حياكم الله مشاهدينا الكرام واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج السلطه الرابعه، نبداها بالعناوين. الموقع بوست يتساءل ما هي انعكاسات معركه الحديده على مجمل الازمه اليمنيه. وفي موقع العاصمه اونلاين، ميليشيا الحوثي تستعد لموجه جديده من التنكيل بكبار التجار في صنعاء. اما في صحيفه الشرق الاوسط، مدير سيسكو يحمل تمرد الحوثي تدهور قطاع التعليم في اليمن. أهلا بكم. البداية من موقع الموقع بوست، والذي تناول تحليلا على موقعه متسائلا ما هي انعكاسات معركة الحديدة على مجمل الأزمة اليمنية. وتطرق الموقع أيضا إلى عدة تأثيرات محتملة، حيث تعد معركة الحديدة تحولا كبيرا في مسار الأزمة اليمنية والحرب الأهلية المستمرة منذ 3.5 أعوام تقريبا. وحول التأثيرات المحتملة، يقول الموقع إن هناك الكثير من التأثيرات لمعركة الحديدة على مختلف الجوانب المتعلقة بالأزمة اليمنية. ومن أبرز هذه التأثيرات أنها ستجعل السلطة الشرعية والتحالف العربي يعيدان تقييم علاقتهما وخططهما مستقبلا العسكرية ومناوراتهما الدبلوماسية. أيضا بعد أن ظهرت تكتيكات جديدة لجماعة الحوثيين في الحرب داخل المدن، كما وضح الموقع أن من ضمن هذه التأثيرات المحتملة لمعركة الحديدة أيضا أنها ستسهم في تليين المواقف الدولية التي ظلت تشكل عائقا أمام السلطة اليمنية الشرعية والتحالف العربي. أيضا دون تحرير الكثير من المدن اليمنية، كما ذكر الموقع، بذريعة المخاوف من المآسي الإنسانية والحرص على حياة المدنيين. ويبين الموقع أن الأهم من كل ذلك هو أن معركة الحديدة ستجعل طرفي الحرب يكثفان من استعدادهما لجولات الحرب المقبلة. أيضا أن شراسة المواجهات في الحديدة والاستماتة التي أبدتها ميليشيات الحوثي في المعارك هناك نظرا لأهميتها الاستراتيجية للمدينة، كل ذلك من شأنه أن يجعل طرفي الحرب يستعدان جيدا، كما ذكر الموقع، للمعارك المقبلة. فكلفة الانتصار بالنسبة للسلطة الشرعية والتحالف العربي ستكون باهظة، وكلفة الهزيمة المشرفة لميليشيا الحوثيين ستكون باهظة أيضا. تحرير الحديدة معركة الجمهوريين، وبهذا العنوان عنونت اليوم موقع موقع نيوز يمن مقالا للكاتب محمد أنعم. قال فيه: كل شيء بات واضحا في الحديدة، فهناك تخاض معارك شرسة بين قوى الجمهورية وفلول الإمامة الكهنوتية الإيرانية، وتعد معركة حياة أو موت بالنسبة للشعب اليمني. هذه هي الحقيقة بعيدا عن اللف والدوران. فالحرب المحتدمة في الساحل الغربي تكشف عن حقيقة ودوافع وأهداف هذه المعركة ولصالح من. طبعا التفاصيل الأوفى حول ذلك أو المقال في ذلك، أضاف فيه الكاتب أن الفرز واضح جدا، فالحوثي يقود حربا إجرامية كهنوتية بميليشيات سلالية عنصرية ذات ماضي دموي وتاريخي إجرامي بشع. أيضا توارثوا جينات نزعات القتل والغدر منذ أن قدموا إلى اليمن من بلاد فارس، كما ذكر الكاتب. وأيضا مع سيف بن ذي يزن أو مع الداعي الرسي، ومحال أن يرضخ أقيال اليمن للحوثة للحوثيين الإيرانيين. وبيّن أيضا الكاتب في مقاله أن أنظار العالم تتجه اليوم إلى ميناء الحديدة لمتابعة لحظات انطلاق قوات المقاومة الوطنية المشتركة وأيضا الألوية الرئاسية والتحالف لتحرير الميناء من عصابة الحوثي الإيرانية، بعد نسفهم لجهود المبعوث الدولي لليمن التي بذلها معهم في محاولة لتجنيد المدنيين للقتال. أيضا ذكر بأن مقابل أن يلتزموا بتسليم الميناء وخروج ميليشياتهم من المدينة، لكنهم كعادتهم لا يرون الحوار ولا إيقاف نزيف الدم اليمني. اختتم الكاتب مقاله أيضا قائلا: إن الظروف مهيئة للخروج بثورة شعبية ترفد الانتصارات العظيمة لشعبنا في جبهة تحرير الساحل الغربي، وتعجل بالقضاء أيضا لصالح
للقضاء على هذه العصابة الكهنوتية، خاصة وأن انتفاضة ديسمبر غيرت المعادلة في الميدان لصالح قوى الجمهورية. وأيضا ذكر الكاتب أنها أحدثت قفزة كبيرة في مسار نضال شعبنا من أجل استعادة النظام الجمهوري ومؤسسات الدولة المختطفة، وتتجلى مثل هذه الحقائق على أرض الواقع. ومن موقع المصدر أونلاين، لازال مهتما بقضية سحب الطبع الجديدة للعملة من قبل جماعة الحوثي، حيث شنت ميليشيا الحوثي حملة واسعة لمصادرة الطبع الجديدة للعملة اليمنية فئة 5000 وأيضا 1000 ريال من العاصمة صنعاء والمدن التي تسيطر عليها. وقال سكان ومصادر محلية للمصدر أونلاين إن ميليشيا الحوثي بدأت بشن حملة واسعة اليوم في الأسواق والمحلات التجارية الكبرى والبنوك ومحلات الصرافة لمصادرة الطبع الجديدة والتي مصدرها من البنك المركزي في عدن. وبحسب الموقع فإن هذه الطبعة أوضحت المصادر أن الحوثيين يقومون بفرز هذه المبالغ المالية للطبعة الجديدة وإجبار مالكيها بالتوقيع على ورقة التزام بإحضار المبلغ الذي بحوزته إليهم. أيضا كما ذكرت الصحيفة أن مصادر من الحوثيين قالوا أنهم أغلقوا فرعين لشركة الصيفي. وأيضا في إطار حملتهم كانت هذه الميليشيات تتعامل بالطبعة الجديدة من فئة 500 وكذلك فئة 1000 ريال في جميع المؤسسات والشركات والمحلات التجارية في صنعاء. أيضا لكنها في الأيام الأخيرة أقرت منع التداول بها ووجهت بمعاقبة من يستمر في التعامل بها. موقع العاصمة أونلاين قال إن ميليشيا الحوثي توعدت كبار التجار والمستوردين للمواد الأساسية بالتنكيل في حال أوقفوا البيع لتجارتهم مع ارتفاعات جنونية في أسعار المواد الغذائية في صنعاء. قالت طبعا مصادر أيضا في اجتماع لجنة متابعة الوضع الاقتصادي التابعة للحوثيين مع كبار التجار وأيضا مكاتب الصناعة والتجارة، وتوعدت بمصير مماثل لتجار مادة الغاز المنزلي التي تم اعتقالهم في أوقات سابقة. ونقل الموقع عن المصادر قولهم أن الاجتماع خرج بالاتفاق الذي تم على حبس عدد من التجار وإيداعهم أيضا في سجون الأمن القومي، أسوة بما حدث لتجار بيع مادة الغاز الذين رفضوا بيع قاطرات الغاز لحكومة الإنقاذ التابعة للحوثيين غير المعترف بها دوليا، وانتهاء أيضا دورهم في السوق المحلية. في الاجتماع يقول الموقع إن مدراء مكاتب الصناعة والتجارة والمسؤولون عبر استقرار الأسعار في مديريات أمانة العاصمة وفي محافظة صنعاء عن فقدانهم السيطرة تماما عن إجبار التجار وإلزامهم ببيع مخزونهم من المواد الأساسية كالدقيق والسكر والأرز والزيت وأيضا أسعار معقولة، حيث أصبح الوضع الإنساني المعيشي أيضا هناك يفوق أي تصور جراء ارتفاع الأسعار غير المبررة حسب قولهم. أيضا سننتقل إلى الصحف العالمية، حيث صحيفة الحياة اللندنية سلطت الضوء على الزيارات الأخيرة للوفد الدولي إلى اليمن وتحديدا مارتن جريفيث، حيث تناولت تقريرا تقول فيه: في تطور لافت أعلن الموفد الدولي إلى اليمن مارتن جريفيث لدى مغادرته وأنه أجرى محادثات مثمرة مع زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي لتجنيب مدينة الحديدة ومينائها معارك واستئناف أيضا هذه المفاوضات مع الحكومة الشرعية اليمنية. قال فيها أيضا أنها أفادت مصادر بأن قياديين حوثيين طلبوا من الموفد الدولي منحهم مزيدا من الوقت لدرس اقتراحاتهم في شأن إيجاد حل سلمي للنزاع اليمني. وأيضا كانت ميليشيات الجماعة قد واصلت الدفع بتعزيزات إلى جبهة الساحل الغربي لتفادي خسائر فادحة هناك. أيضا التقرير ذكر بأنه جاء تصريح جريفيث تقول فيه
هذه الصحيفة بعد ختام مهمته الماراثونية في العاصمة اليمنية والتي استمرت 3 أيام. قال للصحفيين قبل مغادرته مطار صنعاء، قال: أتقدم بالشكر إلى عبد الملك الحوثي الذي التقيته الثلاثاء بنتيجة دعمه، وأيضا للمحادثات المثمرة التي أجراها هناك. أيضا قالت الصحيفة بحسب التقرير أنه فقد أضاف الموفد الدولي في بيان بثه موقع الأمم المتحدة قائلا فيه: التقيت خلال زيارتي قياديين وممثلين عن الجماعة، وأنا مطمئن إلى حد كبير بفضل هذه الرسائل التي تلقيتها، وكانت إيجابية وبناءة كما ذكر. أيضا تابع قائلا: سأطلع مجلس الأمن على نتائج محادثاتي في صنعاء وعدن، والتي ستستمر مع الأطراف المعنية في الأيام المقبلة. وأعرب في نهاية التقرير كما ذكرت الصحيفة عن أمله بأن يلتقي هادي قريبا. في الصحف العربية وتحديدا من صحيفة الرياضة السعودية، اهتمت بالندوة التي نظمتها وزارة حقوق الإنسان اليمنية بمدينة جنيف، والتي أكد فيها وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر أن ميليشيا الحوثي الإرهابية ارتكبت جميع الانتهاكات التي حظرها القانون الدولي ضد الأطفال، كالقتل والتعذيب والتجنيد والحرمان من الرعاية الصحية والحرمان من المساعدات الإنسانية. وتقول الصحيفة أن عسكر أن الميليشيا الحوثية الإرهابية قتلت أكثر من 1373 طفلا منذ الانقلاب، بينهم 304 أطفال قتلتهم الألغام التي زرعتها الميليشيا الإرهابية، كما اعتقلت 489 طفلا في نقاط التفتيش، معظمهم في ذمار وصنعاء وإب والحديدة وعمران، بهدف تجنيدهم وإرسالهم إلى المعارك هناك بحسب الصحيفة. إذن أيضا ذكرت الصحيفة أنه أوضح عسكر أن الميليشيا الحوثية الإرهابية حرمت الأطفال من المساعدات الإنسانية، ونهبت أكثر من 500 شحنة إغاثة، بينها منعت وصول 65 سفينة محملة بمواد إغاثية، أيضا قصفت 4 شاحنات مساعدات كانت متجهة إليهم. وحول الهجمات على المرافق الطبية وحرمان أطفال اليمن من الرعاية الصحية، قالت الصحيفة أن وزير حقوق الإنسان اليمني بيّن أن الميليشيا الحوثية الإرهابية دمرت أكثر من 180 مستشفى ومنشأة طبية في 17 مديرية مختلفة، كما حولت المراكز الطبية لمواقع عسكرية ومخازن للأسلحة. أيضا صحيفة الشرق الأوسط تطرقت إلى ما قاله المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إسيسكو الدكتور عبد العزيز التويجري، والذي أعلن أن تمرد ميليشيات الحوثي الإنقلابية يستهدف سيادة اليمن وأمنه واستقلاله ونسيجه الوطني وبيئته الاجتماعية بدعم من جهات أجنبية تحركه وتوجهه لتتحكم فيه وتزوده بالسلاح وبالمال وتتخذه ذريعة لبسط هيمنتها على هذا البلد فرض نفوذها على الإقليم كله. وبحسب الصحيفة فقد ذكرت ويجري أن الأمم المتحدة ووكلائها المتخصصين سجلت أعداء أو اعتداءات مسلحة مستمرة على المعاهد والمدارس في اليمن، حيث تم تدمير ما يناهز 500 مدرسة واستخدام عدد من المؤسسات التعليمية لأغراض عسكرية، وسجل أيضا ارتفاع متصاعد في أعداد الضحايا من الأطفال. تقول الصحيفة أيضا أن التويجري أشار أيضا إلى أنه في ظل هذا الوضع ومع نزوح أعداد كبيرة من الأطفال اليمنيين إلى هجران مقاعد الدراسة أو بسبب تدمير المدارس للعمل ومساعدة عائلاتهم على توفير مداخل إضافية. أيضا صار نحو 3 ملايين طفل يمني بحسب تقارير المنظمات الدولية خارج المدرسة، منهم 1.5 مليون غادروا مقاعد الدراسة مجبرين لأسباب آنفة للذكر. وقال إن هذا الوضع المتردي الذي آل إليه قطاعات التربية والتعليم والثقافة في الجمهورية اليمنية بسبب انتهاكات الميليشيا العميلة المتمردة في المناطق التي تسيطر عليها، وأيضا انعكاساتها
وخيمة على الجهود التي تبذلها الحكومة الشرعية اليمنية من أجل تحقيق أيضا الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة التي أعلنتها الأمم المتحدة وحددت مجالها من سنة 2015 إلى سنة 2030. إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية جولتنا في أبرز الصحف العربية والمواقع المحلية وأيضا الدولية. قبل الختام، هذا عرض سريع لكاريكاتير هذا اليوم الذي تناولته صحيفة الشرق الأوسط. شكرا للمتابعة.